كلنا عارفين ان في ناس معينة بتحارب فلسطين، بس مش كلنا عارفين ان انت وانت قاعد مكانك ممكن تكون بتحاربه. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان كن ايجابي. الاول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا حلقة جديدة من برنامجنا النيل اليوم، معاكم جهاد ايمن. نرحب بزميلتنا شروق. ازيك يا شروق، عاملة ايه؟ اهلا بك يا جهاد. ممكن يا شروق تعرفي لنا المقاطعة يعني ايه مقاطعة؟ المقاطعة هو موقف شخصي بيعكس قدرة الإنسان على اتخاذ موقف جاد في حياته. مش مهم كم الملايين اللي هتخسرها الشركات، المهم أقدر أقول لا في مواقف يجب أن أقول لا. وكان من أهم المظاهر الإيجابية اللي ظهرت خلال الأحداث دي هو تمسكنا بالمقاطعة، وكانت مصر أول الدول عالميا تطبيقا للنظام ده، واحنا الشعب الاكثر تاثيرا في خساره الشركات الداعمه للكيان. في ناس كتير بتسال هل المقاطعه دي بتاثر، يعني ال10 جنيه بتاعتي هتاثر في المقاطعه؟ احب اقول لك ان معظم الشركات اللي احنا قاطعناها اعلنت خساره كبيره تصل لملايين الدولارات، لان لو 5 من كل 10 لسه بيستخدموا منتجات المقاطعه، فهي كده هتبقى احنا بنزود الاقتصاد بتاعهم. لكن احنا لو ما بنستخدمش كلنا المنتجات بتاعتهم، كلنا عاملين مقاطعه، فالاقتصاد بتاعهم هيقل. وهو ده بالظبط اللي قلت عليه في اول الحلقه، اللي هو قلت انت ممكن بايدك تحاربهم وبايدك ممكن تدعمهم وانت قاعد في البيت. ازاي؟ طيب هنقول كده انا قاعد في البيت انا ما اعملش حاجه، انا مش هقدر ان انا احارب، طب اقدر ان انا اساعد، بلاش ان انا اضرهم، هعمل ايه؟ بلاش ان انا استخدم المنتجات بتاعت المقاطعه خالص خالص خالص، دوت شرط اساسي. لان احنا لما بنستخدم المنتجات بتاعت المقاطعه بتاعتهم الاقتصاد بيزيد، ولما احنا بدينا نقاطع في الاول الاباده خالص الاقتصاد بتاع الشركات بتاعهم نزل الارض، الاسهم بتاعتهم كلها نزلت في الارض، شركات كتير اعلنت افلاسها. وهو ده اللي بيحصل، وهو ده المفروض يكون مستمر، والمفروض المقاطعه اصلا تبقى فرض علينا. موافق مش موافق، المفروض هي تبقى فرض عليك. وكمان احنا لما بنقاطع دخل الدوله بتاعنا احنا بيزيد، انا قطعت المنتجات بتاعتهم، فاصبح ان انا هشتغل من الانتاج بتاعي، انا هستعمل الموارد بتاعتي، هستخدم المنتجات بتاعتي، الاقتصاد بتاعي انا بتاع الدوله بتاعتي هيزيد، فهنلاقي فرص عمل كتير، الشركات بتاعتنا احنا هتزيد النسبه بتاعتها، المطاعم بتاعتنا احنا هتزيد، كل الاقتصاد بتاعنا هيزيد في كل حاجه، مطاعم، مصانع، شركات، هنلاقي فرص عمل كتير جدا لما احنا نبطل. فنستخدم الانتاج المحلي بتاعنا احنا احسن، عشان كمان الاقتصاد بتاعنا يزيد، مش هم بس اللي هيقدروا، لا احنا كمان هنستفيد. ممكن تقول لنا بقى ازاي يعني من سبب ديني هو فرض ولا مش فرض؟ الناس برضو بتختلف بتقول حرام ولا مش حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم، يعني مش هتقدر تحارب بجسدك وسلاحك، ممكن تحاربهم في اموالهم وربحهم، لان المنتجات دي بيتم صرفها على جيش الاحتلال، جيش العدو، وبيصنعوا اسلحه حربيه بيقتلوا بيها اخواتنا وبيمحوا عائلات بالكامل. ومش بس كده، انت كده بتساعدهم في قتل الاطفال الابرياء. وما تنسوش ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمه لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه اي سن من رحمه الله. وكمان انت ممكن تدخل في دعوه الدعوه بتاعتهم بتاع الفلسطينيين وهم بيقولوا يا رب هم واعوانهم، فكمان الدعوه هتقع عليك، لان انت كده ايوه بتعاونهم، وايوه انت كده بتزودهم. فناس كتير بتسال احنا هنفضل مقاطعين لحد امتى، يا ريت نبطل مقاطعه، يعني ايه اخره الموضوع دوت يعني من الاخر؟ فاحنا مش هنبطل ما دامت الاباده مستمره، ما دامت المقاطعه مستمره، وحتى لو الاباده انتهت احنا كمان مش هنبطل، هناخدها اسلوب حياه، هتبقى فرض علينا. في جمله اتربى عليها كل الاجيال بتقول انت حر ما لم تضر، عرفنا منها اننا احرار ما دام مش بنأذي حد او بنتعدى حدودنا. دي حقيقه، مش شرط تكون الاذيه بشكل مباشر، ممكن تكون الاذيه عن طريق منتج انت اشتريته فقويت الاقتصاد بتاعهم، فبالتالي ممكن يتجهوا لك في يوم من الايام وانت مش واخد بالك. في الحاله دي انت كده حر؟ لا، في الحاله دي لازم تقاطع، قاطع عشان ما تكونش شريك في الدم، قاطع عشان انت بتقدر تعمل فرق، قاتل عشان ما تدخلش في دعوه اللهم ومن عاونهم، قاطع علشان احنا امه واحده ولازم ننصر بعض، قاطع ما توقفش.
وكمان في دول تانية عربية بتحاسب كل اللي بيشتري منتجات المقاطعة أو أي مكان بيدخل منتجات المقاطعة بيعاقبوه عقوبة شديدة جدا، ومانعين المنتجات المقاطعة زي المخدرات عندنا كده، ما هي ممنوعة وفي عقوبة عليها برضو. الدول التانية كده يا ريت احنا كمان برضو نبقى كده والله. احنا لما قطعنا المنتجات الغربيه كان دعم مننا لقضيتنا الفلسطينيه، وكان تعبيرا عن عن اللي بيحصل في اخواتنا من قتل وابادات متوحشه، فايه اللي اتغير يستدعى ان احنا نوقف مقاطعه؟ ما زالت الابادات مستمره، ما زال الاحتلال موجود. خلاص هي المقاطعه كده بقت فرض عليك، شئت ام ابيت لازم تقاطع، قاطع عشان هنقف قدام ربنا وهنسال، قاطع ما توقفش. طب في ناس بتسأل احنا انا ازاي اعرف المنتج دوت مقاطعة ولا مش مقاطعة؟ طيب في كذا ابلكيشن اتعمل اعرف منه هو مقاطعة ولا مش مقاطعة، بس بسبب ان احنا حتى ما سلمناش من الحاجات ديت برضو هكروا الابلكيشنز ديت وبرضو ما عرفناش. بس احنا يعني احنا كمصريين عارفين اسماء المنتجات المقاطعة ديت بالاسم وبالشكل، وحتى الاكواد اتغيرت، فانت لازم تاخد بالك من الحاجات ديت كلها. والمقاطعة زي ما قلنا أضعف الإيمان، عشان أنا مش قادرة أحارب، بس الدعاء أقوى السلاح وأقوى الإيمان. بس ودوت كان موضوع حلقتنا النهاردة، يا رب نشوفكم في حلقة تانية، وإن شاء الله نكون استفدنا كلنا من الموضوع، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. كانت معكم جهاد أيمن وشو إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.